خبر اكثر من صار، والحمد لله واحد الحاجه ايجابيه كتخلينا نتفائلوا، وفي نفس الوقت كنستحضروا ذكريات 2017 والتتويج بهذا اللقب لانه كان غالي غالي علينا بزاف. جيل الكرتي بن شرقي وناجم حداد رابح والسعيدي والنقاش، وان شاء الله جيل جبران والحسوني وحيمود ومبينزا، ان شاء الله غادي يكون اللقب في 2022 هذا اللقب الغالي علينا. واول حاجه اللي مهمه حاليا هي نبقاو كيف ما كنقولوا حاطين رجلينا في الارض، لا جماهير لا لاعبين، جميع المكونات ديال نادي الوداد الرياضي، نناقشوا مقابله الاياب بواقعيه وما نطيحوش في الفخ ديال كايزر، باش ما نخرجوش واحد الخروج وتكون الصدمه اكثر من الفرحه، لاننا خاصنا نبقاو مرحله بمرحله، وان شاء الله التتويج في حاله مرورنا ان شاء الله للنهائي الكاس ما غاديش يخرج من كازا كيف ما كان الخصم وكيف ما كان المنافس، لان الوداد بجمهورها كتكون وحش ووحش كبير، وان شاء الله غادي نكونوا متواجدين. وهذا خبر صار الوداديين والمغاربه، نهايه عصبه الابطال تكون في مركب رياضي محمد الخامس، تشوف جماهير وتشوف تيفوات وتشوف لومبيونس، تشوف المدرجات، تشوف الفرجه فوق المدرجات، تشوف الفرجه في المستطيل الاخضر، ومنين يتلعب الفينال في مركب رياضي محمد الخامس، يعني الفارق الوداد البيضاوي غادي يكون اللقب بحوزة فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله، وغادي نقريو الاهلي نردو لهم الصرف، نردو الاعتبار لفريق الرجاء البيضاوي، نردو الاعتبار ديال الاقصاء ديالنا معاهم في 2020 21. كنا قصاونا ب3-0 وواقيلا ب2-0، يعني حصه ثقيله، ونردو الاعتبار ان شاء الله، وغادي نفوزوا بالكاس وغادي تكون فرحه كبيره ان شاء الله في المغرب. واعتراض ديال المصريين ديما، المصريين معروفين بالخبط الكروي وبالتصريحات ديالهم، يعني كيبغيو يلعبوا لنا على الاعصاب، وحنا ما كنديوهاش فيهم، وهما الالقاب اللي كانوا كيديوها يعني بالوجيهات بالضم التحكيمي، حنا كنديو الالقاب، حنا المغاربه كنديو الالقاب بجداره عن جداره واستحقاق. بسم الله الرحمن الرحيم، تشكركم على المبادره الطيبه وجميله. بسم الله، حنا سمعنا الخبر البارح، السيد صاحبي صيفط لي في الواتساب ان راه احتضنوا الفينال ديال عصبه الابطال بين الوداد البيضاوي وبين الاهلي المصري، ونتمنوا الانتصار ان شاء الله للوداد الجمعه المقبل ان شاء الله. حنا فرحنا، الشعب المغربي كامل فرحان، وان شاء الله يكون ان شاء الله الحفله الكبيره ان شاء الله في نهار 30 في شهر 5 ان شاء الله، يوم الاثنين ان شاء الله، بانتصار ان شاء الله الوداد البيضاوي واللقب الثالث ان شاء الله في المسيره ديالو ان شاء الله. بالتشويش اللي داروا لنا هاد المصريين، المصريين اشقاء ديالنا، خوتنا، وما ما بغاوش يلعبوا في السنغال، بانهم راه تقصوا مع المنتخب السنغالي تما، وتشويج ناض شي صداع تما، ولكن الحمد لله حنا بالنسبه لنا تنشكروا سميتو الفوسي القجع، تنشكروا النصيري بان خذوا هذا الملف، بان احتضنوا الفينال ديال العصر الابطال الافريقيا ان شاء الله، ونتمنوا الفوز للوداد البيضاوي بواحد 2-0 ان شاء الله، ونتمنوا التوفيق ان شاء الله للشعب المغربي بهذه الحفله الكبيره ان شاء الله، اللي غنتفرجوا ان شاء الله المقابله القويه ان شاء الله.